ما قلتي لي حبيبي شو قال عني البابا؟ يعني شو بده يقول؟ قال انك ظريف وحباب وما في منك. بس هيك قال؟ ايه لا مبلا في شي. طلعي فيني لشوف؟ لا عن جد في شي. شوفي ما في شي حبيبي. كيف يعني ما في شي؟ ليكي وشك شلون؟ طلعي فيه شوفي. ما فيني احكي. اها معناتها في شي. شو صاير؟ ما فيني احكي. يا دندون شلون يعني ما فيكي تحكي؟ ما فيني احكي بالذات بهذا الوقت وبهي الظروف ومع كل اللي صار. انت ما رح تصدقني. رح صدقك. بابا قال انه بده اياك تجيب بيت وتسجله باسمي. وليش ما قلتي لي لهلا؟ لانه قلت لحالي انه انت قلت انه ما رح تصدقني، يعني بالذات انه عرفت انه انا نصابي ومستحيل تصدق اي كلمه انا بحكيها. مالك نصابه للمره الالف عم قلك ماضيكي ما بيهمني. حبيبي انا مصدقك. شو بدك روق؟ ما فيني شي، حابب بس اتمشى معك، ما بقدر؟ بلا بتقدر، بس ليه حسيتك منك منيح؟ من زمان ما التقينا لوحدنا. قصدك من وقت ما تعرفت على ديانو؟ قصدك من وقت اللي حبيتها لديانو. طارق قلي عن جد بتحبه؟ انت مجنونة؟ ما من كم يوم كانت خطبتنا، شو السؤال هاي؟ أبو ولد ديانا طلب مني طلب صغير. شو؟ ديانا سجل البيت باسمي. شو؟ ما تقلي إنك قبلت. ما أنا عم بحكيكي لحتى. طارق بليز قلي إنك ما قبلت، بليز قلي إنه قلت لها من المستحيل هيدا الشيء يصير، نو واي. بعدين وخصوصا بعد يلي صار بليلة خطبتكم مع هيدا اللي اسمه مروان. معلش شو صار لك؟ روقي روقي، ليه انفعلتي كل هالقد؟ لك كيف بدك ياني ما انفعل وانت صرت تعرف من هي ديانا؟ لاني بعرفها عم بسألك. لا ومليون لا ومش رح خليك تعمل هيك. بس انا بحبها. فيك تحبها من دون ما تخسر شيء. انت ليه مفترض اني رح اخسر شيء؟ مالي عرفان. بقول لك شيء طارق، بس ما بتزعل مني؟ نهار رح تنزل فيه عند كاتب العدل وتسجل البيت باسمها لديانا، كون اكيد انك رح بتصير بالشارع، وهيدا وعد مني لإلك وبكره بتشوف. مرحبا. بعرف انك مش طايقني وبعرف انك بتفكرني انه انا اكثر بنت شريره بهذا العالم، بس صدقني انا مني هيك. انا ما حكمت عليكي، بس تصرفاتنا هي اللي بتخلي العالم تحكم علينا. مش هيدا المهم هلا، المهم انه في مشكل كثير كبير وانا وياك لازم نتساعد لنحله. هيدا مش بس مشكل، هيدي كارثه. خير انسه كارلا، شو في كوارث جديده؟ هالمرة مش أنا ولا أنت، هالمرة طارق وديانا. إيه وشو فسخوا الخطبة؟ هيدا اللي لازم يصير، بهمتي وهمتك. ما تطلع فيي هيك، أنا قصدي خير. إيه واضح كتير على فكرة. ديانا ناوية تشلحوا البيت لطارق. أنت عم تحكي عن جد؟ انزلي من السيارة. ليش وقفت هون؟ قوم انزلي. طارق شو في؟ قوم انزلي من السيارة. طارق إذا بدك تتركني ما في مشكلة، بس مو معقولة تلحشني بهي المنطقة. تفضلي. شايفتيها لهي البناية؟ لهي البناية بيتي. بيتي اللي صار لي عم بكسيه سنة ونص. بهذا البيت بهذا البيت رح نعيش أنا وأنتي وأولادنا. هذا البيت باسمي.
بس من بكره الصبح رح يصير باسمي. ما تقولي ما تقولي اي شيء. كل اللي بدي اياكي تعمليه بكره الساعه 9 الصبح بتكوني جاهزه مشان نعمل الاجراءات. ايه بس حبيبي ما تبسبسي، ابوكي مو هيك بده؟ انا رح اعمل اللي بده اياه. طيب انا موافقه بس بشرط. شو؟ انه بعد ما نكتب كتابنا ترجع البيت باسمك. حبيبي شو اسمي شو اسمي؟ اذا مانك موافق انا ما بدي وبطلت. طيب شو رايك نكتب نص باسمي ونص باسمك؟ بس هذا بيتك. هذا مو بيتي، هذا بيتنا. طيب ما بتخاف انه؟ لا ما بخاف، لانه هدول العيون ما بيعملوها. تجي نشوفه؟ انت معتبره هيك حركه سخيفه رح تمرق عليه لطارق؟ انت ليه هيك عم تحكي معي؟ وبعدين عن اي حركه عم تقصدي؟ قصه البيت يلي ناويه تسرقي له اياه لطارق. في مجال ما تتدخلي بهذا الموضوع؟ لانه بخصني وبخص خطيبي بس. ايه؟ اه والله؟ هيدا الحكي ما بيمشي معي انا ست ديانا. كارلا انا مليت منك ومليت من طريقه حكيك ومن المنصب يلي منصبتيه لحالك. شبكي لسه بتقعدي بتحكي عن طارق كانك وليت امره؟ خلصنا بقى. هيدا الحكي تحكي مع حدا غيري ما بيعرفك، منه عايش معك وبيعرف ماضيك الوسخ وقد ايه انك وحده سراقه. بعدين لو بده يبقى نهار واحد بعمري ما رح اسمح لك تاذي لطارق. اوكي؟ ما شاء الله عليكي، كانك عم بتهدديني. نصيحة مني انك تشيلي هيدي الفكرة من راسك، وإذا بدك هيدا العرس يمشي على خير بتقولي لبيك انه يشيل قصة البيت. طارق طارق عاوزك بيحكي معك موضوع صغير. من شان قصة البيت اللي بدي اكتبه باسمه؟ ايه. اوكي فينا ما نحكي بالقصة؟ طارق ما عليك تقلي ليش ما بدك تحكي بالقصة؟ لأنه ما عاد يمشي الحال، هي رجعتي من عند كاتب العدل. البيت صار باسمها لديانا. أنا بحبها ومشيت ورا حدسي. وما فكرت إنه حدسك ممكن يكون غلط؟ ليش أنت فكرت وقت كتبت المتقدم والمتأخر اللي بيكسروا الظهر على قولتك؟ ولا هي مو نفس البيت؟ حبيبي هي مثل هي. بس تعرف شو الفرق الوحيد بيني وبينك؟ اني بحبها لديانا ومتاكد انه بتحبني. واذا طلعت اذا طلعت كذابه رح كون خسرتها إلها. ساعتها ما بيكون في عندي شيء اخسره. طارق صار تحت. اختي طولي بالك، يعني مش ممكن تظبط حالك؟ هالشي مش طايقة شعراتي. ما تكوني فاكرة حالك العروس، ديد العروس مذكرك. والله ليه ما بيحلي لي ظبط حالي إذا مني العروس؟ يس هيدا أكيد طايق. لا هيدا رقم ديدي. ألو إيه ديدي؟ لك وين على الطريق حبيبي؟ إيه عمو؟ عمو بدي أسألك عن ديانا، هي معك شي؟ لا كيف معي؟ ما شفتيها؟ لا ما شفتها. ديانا منا هون. تفاجأت من الصبح ما لقيتها، تركي كل اغراضها حتى التليفون. اخدي شوية تياب وفستان العرس بعده هون. اختي شو في؟ اختي لحظة. كارلا 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 شو في؟ شوفي كارلا شبك
ديانا مشيت. لوين مشيت؟ ديانا مشيت، سرقت البيت ومشيت. وين ديانا؟ شو بك ما بتستوعب علي؟ عم اقول لك ديانا سرقت لك بيتك وفلت. سمعت هلا انا شو كان صار لي دهر بخبرك؟ ديانا بح، شو بك ما عم تستوعبني؟ فلت، راحت، تبخرت، ما بقى في ديانا. انت شو عرفك؟ بي هلا دق لي وخبرني. وراحت بدون ما تقول اي شيء؟ بلا، تركت لك عندي امانه.